السلام عليكم يا شباب، هنكمل بس الجزء النظري قبل ما ندخل على الجزء العملي اللي هو التجربه اللي هي بتاعت النهارده، واللي هي بوزيشن اند فويس كنترول هيدروليك سيرفو سيستم يوزنج البي اي دي كنترولر. اللي انتوا اخدتوه طبعا البي اي دي اخدتوه في السنه الثالثه، وانتوا عارفين ان هو 3 بارامتر، واحنا بنظبط الثلاثه بارامتر بحيث ان هو يديني ستيكس معينه في السيستم، يعني مثلا من ناحيه الاوفر شوت، من ناحيه السيتنج تايم، من ناحيه الايرور ستيدي ستيت، كل الحاجات دي احنا بنعمل سبيكس بنبقى مطالبين في السيستم اللي عندي ده ان القيم دي بحاجات معينه او ما تزيدش جريتر ذان قيم معينه، فانا ببدا ازود ايه اظبط البي اي دي. طبعا الطرق بتاعت اختياري في العملي في الشغل العملي للبي اي دي ليها اكتر من طريقه، منها مثلا زي طريقه الزيجلر نيكلس، ودي طريقة هشرحها أنا هقولها لكم، إن إحنا بنيجي عند البي نصفر الرقم من التانيين، نبدأ نغير القيمة بتاعت البي بحيث إن يبدأ الخرج بتاع السيستم. أنا طبعًا ببقى مدخله ستيب إن، عارفين طبعًا الستيب إن تمام؟ اللي هي بتبقى الإشارة اللي عندي ستيب تمام؟ يونت ستيب معناها ان الامبليتيود بتاعها واحد تمام؟ او على حسب الامبليتيود بتاعها، لو قلت ستيب خلاص الستيب على حسب ما انا اديلها الانبوت 1 2 10 20 اللي هي بتبقى ايه؟ الاي الامبليتيود بتاعها بتبقى ايه؟ يو فانكشن اوف تي خلاص؟ دي اليونت ستيب بتاعت السيستم. بدخل على السيستم اللي عندي اللي انا عايز اعمل كنترول عليه، يعني انا في الدائره اللي عندي بعمل كام كنترول؟ بوزيشن فورس بوزيشن يعني الوضعيه بتاعت الاسطوانه. طبعا بما اني هتكلم عن هيدروليك سيستم فانا عندي سلندر اسطوانه زي دي، الاسطوانه دي انا بتكلم عن بوزيشن وضعيه مسافه هو بيتحركها او ديسبيسمنت معينه انا عايز السيستم يوصل لها تمام. قلت له مثلا الستيب انبوت 1 سم حلو، فيبدا السيستم الكنترول سيستم اللي عندي يروح محركه لغايه كام؟ 1 سم ويقف. طبعا انا بقيس ال 1 سم، السنسور يقول لي انت خلاص اتحركت 1 سم كده، فتقف السلندر قال لي 2 سم، قال لي 3 سم، وهكذا تمام؟ ده اللي هو ايه؟ طبعا الليمت بتاع الستيب انبوت مش هحط مثلا 1000، يعني هل دي مثلا ينفع 1000 معاها؟ 1000 سم ما تنفعش، لان هي ليها مسافه معينه، مثلا سي دي 7 سم او 8 سم، فهو ماكسيمم يقدر يمشي السلندر دي او الاسطوانه دي 8 سم، فماكسيمم الامبليتيود اللي عنده اللي هو كام؟ 8 سم. طيب المشكله بتاعت البي اي دي هنا الكنترولر، طبعا ده البي اي دي اصلا بشكل عام كومون يوز، يعني من اكثر انواع الكنترولر المستخدمه في الاندستري ابلكيشن تمام. بيبقى ثلاث مفاتيح او ثلاثه لوب كده، واحد للبي واحد للاي وواحد للدي تمام. المفروض ان قبل اصلا ما اشتغل في السيستم العامل ده، لان ده سيستم خطر زي ما انتم شايفين، انت بتتكلم عن 200 بار 250 بار البامب، فعندك مثلا لو خطر لو خرطوم فيهم حصل مشكله والضغط زاد عليه فممكن يفرقع، او ممكن حاجه تتكسر في السلندر زي ما هوري لكم، مثلا هحط ديستربنس عالي على السلندر وهشوف وهوريكم الحركه بتاعته قد ايه. فالكنترولر يعني انا ظبطت الكنترولر ان هو يتحرك 1 سم، الاسطوانه دي تبدا تتحرك 1 سم خلاص. ال 1 سم بحط البي بقيمه والاي بقيمه والدي بقيمه، وانتم عارفين البي مسؤول عن ايه والاي مسؤول عن ايه والدي مسؤول عن ايه. ما انا هقول لك دلوقتي تمام. طبعا كل واحد فيهم من البارامتر دي كان مثلا بيقول لك ايه البي اي دي ده البي مسؤول مثلا مش عارف عن ايه، والاي مسؤول عن مش عارف عن ايه، والدي مسؤول مش عارف عن ايه. طبعا البي اي دي كان بيبقى مسؤول عن الفتره بتاعت الترانزيت اللي في الاول اللي هي بتبقى الاوفر شوت، يعني انا بس مش عايز باسطوانه تعمل لي اوفر شوت، تعمل تفتح مره واحده كده ده اوفر شوت، وبعد كده تروح ايه راجع عند الواحد سنت اللي انا قلت له عليه، هي فتحت كده وبعد كده راح تراجع مين ده اسمه اوفر شوت. طبعا مع 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 السيستم الهيدروليك، طبعا النيوماتيك بيبقى سهل شويه، مع السيستم الهيدروليك عامل لك اوفر شوت، فانت هتلاقي الخبطه دي جامده جدا مع الباور او بريشر اللي بيطلب في السلندر الموجود، فانا مش عايز اعمل ايه اندر شوت، يعني انا فتحت ايه انا عايز مثلا اوفر شوت معناها انا خبطها كده تمام. اندر شوت ان انا اروح المفروض يتحرك ال 1 سم، اروح لا هي تتحرك وتنزل شويه تاني، ده عملت ايه اندر شوت تمام. السيتلنج تايم معناه انا بقول له اوصل واحد اوصل ال 1 سم تمام، ممكن مثلا اوصله ال 1 سم اهو في اقل من ثانيه، ممكن ايه ال 1 سم
اخد الوقت كله ما اوصلش بعد دقيقه 200 3 4 ما مش بتتحرك تمام. فمين اللي اسهل لي؟ مين اللي ادق عندي؟ ان انا طبعا في اقل جزء من الثانيه اكون واصل لواحد ثانية. لان انا مش عايز مثلا ونفرض بوزيشن كنترول دي فيها مشرط الدكتور يعني وهو بيعمل العمليه او بيعمل فتحه معينه من السيستم تمام. فانا مش عايز السكينه لما تيجي تفتح حته مكان في الجسم تمام. ودي من الانواع برضو المستخدمه او في الكنترول سيستم عامه، ان هو لما بيجي يفتح منطقه في الجسم معينه مش عايز السكينه تخبط تعمل اوفر شوت صح، ولا مش عايز تاخد وقت على ما تفتح المكان نفسه تمام. البوزيشن ان انا بقول له في منطقه معينه يبدا يفتح، مش مثلا اقول له افتح لي في المنطقه دي، روح فتح في الحته دي تمام. فاذا الكنترول سيستم والبريسايز كنترول المطلوب منك اللي هو الكنترول الدقيق ده لازم يبقى من الريكويرمنت اللي انت اللي بتبقى رقم واحد عندك وانت بتعمل تصميم ايه للكنترولر بالشكل العام. طيب تغيير البروفايل، البروفايل ده معناه ان انا بقول للسلندر اتحرك 1 سنتي حلو، فانا قلت ان البي مثلا ب 5 والاي ب 6 والدي ب 1 اوكي. طيب انا لو قلت له بعد شويه قلت له لا مش عايز 1 سنتي خليها 2 سنتي، هل القيم اللي انا استخدمتها في الاول دي هتنفع ولا مش هتنفع؟ وارد جدا ما تنفعش، فلازم اغير البي والاي والدي وهكذا افضل ازود. فده بعتبره ايه؟ لو انا جبت مثلا في السلندر دي ورحت مركب عامل ديستربنس، يعني احنا عندنا المواتير مثلا الموتور، ايه الديستربنس اللي ممكن تاثر عليه؟ اللود الحمل تمام؟ يعني الموتور بيبقى ماشي كويس اول ما تيجي تحمله يروح ايه؟ هاب تمام؟ السلندر ايه الحمل اللي ممكن الديستربنس اللي ممكن اثر بيه على الويت؟ ان انا بدل ما اسيبها كده فري لا اروح حاطط لها ويت 5 10 كيلو 100 كيلو 1 طن واشوف السلندر ده هتفتح قد ايه. فانا مثلا عملت ايه ديستربنس؟ برضه لو انا زودت الديستربنس حطيت مثلا 50 كيلو وظبطت البي اي دي، طب رحت جبت 100 كيلو ممكن البي اي دي ما ينفعش، اضطر ان انا اعمل له ايه؟ تيون تاني. تيون يعني تظبيط للبارامتر الموجوده عندي خلاص؟ احنا طبعا بنستخدم التيون ده ايه؟ يعني انا لو بشتغل على سيستم حقيقي زي اللي قدامكم ما اقدرش احط ده ب 10 وده ب 20 وده ب 30 لان ممكن السيستم يضرب مني تمام؟ او في الفرن بشكل عام الفرنس اللي احنا اتكلمنا عليها الترم السنه اللي فاتت. فلازم يبقى ايه عندي موديل للسيستم ده ابدا اجرب فيه وفي الاخر اروح ايه جايب الارقام دي واحطها مين؟ في السيستم الاكسبيرمنتال او البراكتيكال سيستم ده، بحيث ان انا ما ادخلش نفسي في حته مين؟ الاوفر شوت والسيتلنج تايم والحاجات دي كلها تمام؟ عشان كده كان مهم جدا ان انا اطلع موديل للسيستم اللي موجود قدامي ده. الموديل ده عباره عن معادله او ترانسفير فانكشن بسط مقام، البسط والمقام ده يعبر عن السيستم الموجود ده كله قدامي خلاص. ودي الميزه بتاعت مين؟ الماثيماتيكال موديلنج بتاعت ايه؟ بتاعت السيستم بشكل عام. وطبعا احنا اخذنا حاجتين المره اللي فاتت او السنه اللي فاتت، كنا عن طريق ايكويشن تمام. يعني مثلا لو عندي ميكانيكال سيستم فبقول القانون الثاني للحركه ده معادلته ايه، وابدا اجيب في الاخر خالص ايه؟ بسط ومقام اللي هو ترانسفير فانكشن، اللي هو مثلا العلاقه ما بين الفورس والبوزيشن اللي اتحركته صح؟ يعني احنا كنا بنستخدم دمبر والديسبيسمنت قد ايه والكلام ده. او ان انا كنت بعمل حاجه وشرحتها السنه اللي فاتت اللي هو السيستم ايدنتيفيكيشن، ممكن اطلع ايه؟ معدل السيستم ده ازاي؟ ان انا ادخل اشاره للسيستم واطلع اشاره تمام؟ طبعا دي سنسور، فكل كل كل اقل من جزء من الثانيه بتاخد قرايه. طب كده هيطلع كام؟ لو انا قلت له مثلا اشتغل 30 ثانيه فهو لو يجيب مثلا 100 قرايه في ثانيه يبقى 100 في 20 بكام نقطه؟ 2000 نقطه صح؟ 2000 قرايه في 20 ثانيه، والناحيه الثانيه يبقى كام اوتبوت؟ 2000 قرايه برضه. يبقى اذا عندي 2000 قرايه هنا و2000 قرايه هنا مش هقدر اجيب معادله ما بينهم اللي هو ممكن يبقى ايه؟ الكيرف فيدنج اللي احنا كنا بندخله. يعني انا رسمت معادله بس رسمتهم مع بعض اطلع كيرف، الكيرف ده اللي هو ايه؟ المعادله اللي تعبر عن الكلام ده تمام؟ المعادله دي احنا بنستخدمها طبعا، بنجيب الانبوت ده والاوتبوت ده الارقام اللي احنا جبناها ونطلع منها ايه؟ ترانسفير فانكشن بسط ومقام تعبر عن السيستم ده بالظبط تمام؟ طبعا بيبقى فيه ايه اللي خلاني اقول ان هو يعبر ولا ما يعبرش؟ بجيب بشوف الخارج بتاع السيستم الحقيقي كام؟ واشوف المعادله لو انا دخلت عليها نفس الستيب انبوت هيبقى شكلها ايه؟ زي ما وريها لكم النهارده برضو. يبقى الاثنين لازم يكون ايه؟ قريبين جدا من بعض خلاص؟ ده باختصار اللي هو ايه الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا انا هخش على المحاضره نفسها الجزء النظري.
ده اللي هو البوزيشن والفورس كنترول. هتلاقوا هنا طبعا في ده اللي هو الورق او الدوكيمنت اللي هتوصل لكم اللي هو الشرح بتاع الكلام اللي انا قلته ده كله بخصوص التجربه، بس ده الجزء النظري عشان لازم تعرفوا قبل ما نروح للجزء العملي. يبقى انت عندك فكره احنا هنعمل ايه. طبعا ده الاوبجكتيف والكونتنت، ده السيستم اللي احنا هنعمل عليه. طبعا عشان اربط هتلاقي السيستم ده بيتكون من ايه؟ من سورس اللي هيديني بريشر. السورس للسيستم ده اللي هو مين؟ انا بتكلم عن هيدروليك، يبقى السورس ده مين؟ مين؟ ايه؟ البامب، صح؟ لان هي ده السورس بتاع الحاجه نفسها، هي اللي بتبدا تضغط لي الزيت عشان ابدا ايه؟ اعمل فرق في بريشر او فرق في الجهد اللي موجود في مين؟ في الدائره اللي عندي، اللي هو كانه المولد بالظبط عندي في الكهرباء اللي هو بيديني فولت. خلاص؟ ببدا بعد كده ده البامب، تمام؟ موتور اهو، ومتركب عليه ايه؟ الجزء بتاع البامب، وفي الجزء اللي هو الراجع اللي هو رايح على التانك. بعد كده بنطلع، طبعا لازم عشان اقدر اتحكم في الفول اللي داخل على ابلكيشن معين فلازم استخدم ايه؟ المحبس، بس مش احنا ما بنسموش المحبس اللي هو الفالف، بس هنا في الدايره النهارده احنا بنستخدم نوع تاني خالص غير السولونويد اللي هو كان كويل وبتاع والحاجات دي كلها، بنستخدم نوع تاني اللي هو اسمه سولونويد سيرفو فالف، تمام؟ السيرفو نفس الفكره بتاعت السيرفو موتور اللي عندنا، فالف بيتحرك اكورنج لاشاره معينه انت بتحطها، تمام؟ يبقى زي كارته معينه انت بتدي له الاشاره، فالاشاره دي تبدا تترجم ان ده يفتح قد ايه. الاشاره لو كانت صغيره من الفولت، يعني مثلا نص فولت، فيفتح السبول، السبول ده اللي هو الفتحه بتاعه الفالف نفسها، بحاجه صغيره ب 10%. طب انا لو دخلت له 1 فولت يبدا يفتح ب 15%. كل ما بزود الفولت اللي موجود كل ما ايه؟ بتكبر الفتحه لغايه الماكسيمم اللي المفروض هغذي بيه، يبدا يفتح ايه؟ الجيت بتاعته على الماكسيمم الموجود، تمام؟ وده الميزه بتاعته عن ايه؟ عن عن ده. لان ده مش سيرف، يعني مش الاشاره عندي يا يفتح يا اون يا اوف، يا زيرو يا واحد، يعني ممكن نقول ان ده تشتغل، تمام؟ في الفتح بتاعه والقفل، اما السيرفو بيبقى ايه؟ يبقى كانه انا اللي بالظبط، خلاص؟ فاذا لا لا الاشاره الكهربائيه، يعني ده ولنفرض ان ده سيرفو، تمام؟ لو نفرض ان ده سيرفو، السيرفو ده لو انا اديته 1 فولت فيبدا يفتح الفتحه الصغيره اللي انا وريتهولك دي بقيمه صغيره جدا. طب انا لو اديته اكبر وهكذا لغايه ما يفتح المسافه دي كلها، المسافه اللي انت بتشوفها اللي هي بالملي دي صغيره جدا، احنا بنتحكم بنقدر نتحكم فيها بايه؟ بالفولت نفسه. يفتح ويقفل باشاره معينه، الكميه دي اللي هي عارفه ايه بقى؟ الايرور اللي احنا بندخله عليه. الايرور سيجنال. سؤال. كميه اللي هو بيفتح بمقدار معين. ماشي. عشان السائل دوت يحركه. يعدي عشان يحرك اللي بعده. احنا في الميكانيكا في الهيدروليك ده احنا عندنا في الكهرباء مثلا ايه الاحمال اللي عندك في الكهرباء؟ التكييف، اللمبات، المواتير، كله ده ايه؟ لود. حلو؟ طيب بالنسبه للهيدروليك ايه اللود اللي موجود عندهم؟ سلندر، اسطوانه زي دي كده، ده لود اكتويتر بيحرك حاجه وبيعمل حاجه او بيلف حاجه على حسب اللود، ده لود في الهيدروليك، تمام؟ اذا ده ايه؟ ده اللي انا عايز اتحكم فيه، ده اللود اللي انا عايز اقول له افرد 1 سم. حلو؟ او ده اللي هو البوزيشن الموتور مثلا، الهيدروليك موتور اللي بقول له مثلا لف بزاويه كذا او اعمل بزاويه كذا على حسب النوع الكنترول اللي انا هستخدمه يعني، تمام؟ او لف بسرعه معينه الموتور مثلا، اللي هو الهيدروليك موتور بشكل عام. خلاص؟ انا كل مشكلتي ان انا عايز اتحكم في ده. فلازم يكون كنترول يونت موجوده في النص اللي هي تسمح ان الفول يخش او ما يخشش. امتى افتح الفالف وامتى ما افتحش الفالف. تمام؟ فعشان كده زي مثلا زي ما احنا اخذنا قبل كده اللي هو الفيرنس بشكل عام. يعني احنا اخذنا المرات او الترم اللي فات كنا اخذنا ايه؟ اخذنا السيت بوينت، وفي طبعا
هنا بالنيجاتيف، وكنت هنا بقول ان ده ايرور خلاص، وده الكنترولر وده هنا. لو انتوا فاكرين كنت انا رسمت ايه بقى؟ فالف صح؟ كنت رسمت هنا زي يعني حاجه كده ايه شبيهه بالفالف، بس الفالف ده بيبقى ايه؟ شغال بموتور، واللي خد اللي هنا اللي هو ايه؟ اللي هو كان بيخش على الفرن صح؟ الفيرنس، وكنت بحط السنسور ايه هنا؟ البريتشر سنسور، وراح واخد ده ايه؟ فيدباك بالشكل ده صح؟ كنا بنتحكم في الفرن في ايه بقى؟ يعني ازاي كنت بقدر اتحكم في درجه الحراره في الفرن؟ ماشي، انا ظبطت هنا درجه الحراره مثلا سي، عايز الفرن ده على 1000 درجه، فكنت بحول ازاي؟ كنت بتحكم في دخول الفول للفرن صح؟ كنت بقول له كتر الفول لو لقيت درجه الحراره قليله، او زود الفول صح؟ نفس الموضوع، كلمه الفول دي هتبقى ايه؟ اللي هو كميه الزيت اللي انا ادخلها ايه؟ زود الزيت او قلل الزيت. يعني خلي بالك مثلا لما السيستم بيعمل اوفر شوت عندي هنا في السلندر، معناه ان كميه الزيت اللي دخلت اكبر من المفروض تخش عندي، تمام؟ اما لو هو مثلا السيستم كان بطيء وما وصلش للست بوينت اللي انا مديها له، معناه ان كميه الزيت اقل. ففائده الكنترولر ان هو يتحكم، يبدا يتحكم ليخلي الكميه عاليه جدا بتاعت الاويل اللي تخش السلندر دي عاليه، ولا يخليها ايه؟ قليله، تمام؟ فدي الفائده، ان احنا بنحط جزء يونت موجود في النص اللي هو الكنترول يونت اللي عندي، اللي هو الفالف اللي انا بقدر اتحكم فيه في الفول، فيقدر يدخل ال الفلويد ده بكميه قد ايه، هل صغيره ولا كميه كبيره؟ طبعا على حسب ايه؟ على حسب الكنترول سيجنال. اللي مين اللي بيحرك بقى الموتور اللي هنا؟ يعني مين اللي بيحرك؟ الكنترول سيجنال صح؟ يعني الكنترول سيجنال دي هي اللي بتبدا تخش على الفالف، وهي اللي بتبدا تخش على دول. يا اما الكنترول سيجنال لو عاليه قوي، لو الفولت كان عالي يبقى تقول له معناها ان ايه؟ افتح قوي صح؟ طب لو الكنترول سيجنال كانت صغيره بتقول لي ايه؟ طب لو قالت له العكس؟ ما هو السيرفو هو الموتور، مش ده نوع الموتور سيرفو؟ تمام؟ خلاص، فهي بتخش على ايه؟ بتخش على الموتور اللي بتتحكم فيه، فعلى حسب الكنترول سيجنال كبيره او صغيره. وهنشوف برضه يعني هوريكم الكنترول سيجنال بيبقى شكلها ايه اصلا، تمام؟ من خلال الكنترول سيجنال تعرف تتوقع حتى الاوتبوت هيبقى شكله ايه. يعني الكنترول سيجنال في الاوفر شوت مثلا، يبقى في الكنترول سيجنال كانت عاليه ولا واطيه؟ لو انت حصل لك اوفر شوت يبقى عاليه صح؟ يبقى ايه؟ الكنترول سيجنال زادت قوي، فراح اتفتحت الفالف فالفيول زاد، فراح ايه؟ خفض دي جامد. طب لو الكنترول سيجنال كانت قليله، يبقى معناه ان هو الفيول اللي دخل قليل، فما وصلش ده ايه؟ للسيرف بوينت اللي موجود عندي. خلاص؟ فده طبعا ده خلاص البامب، وده الكنترول يونت او سويتش. خلي بالك ان الفالف ده بالظبط بالظبط زي السويتش اللي موجود عندنا. حلو؟ المفتاح بتاع اللمبه ده مش فيه باور، مش فيه مصدر للكهرباء اللي هو زي الفيشه صح؟ ازاي اوصل الكهرباء اللي موجوده في الفيشه للمبه اللي موجوده هناك؟ يبقى لازم يكون في سويتش في النص يسمح بان انا اوصل او ان انا ايه؟ ما اوصلش. هو نفس الموضوع بالنسبه للمحبس اللي موجود، هو اللي بيسمح للفول ده او الفلويد ده يوصل للفالف ده، يوصل لللود. ما هو الكهرباء والسويتش واللمبه، اللمبه اللون، انا عندي اللون هنا في الهيدروليك هو ايه؟ السلندر، تمام؟ والسويتش ده كانه شبيه بمين؟ بالبلب اللي موجود عندي، خلاص؟ فانا من خلال الاشاره دي، من خلال الاشاره دي فبقدر اعمل ايه؟ بقدر اتحكم في السلندر دي هتشتغل قد ايه؟ زياده او اقل. فاذا الكنترول بالف ده هو اللي بيبدا يتحكم، يوصل هو اليونت اللي بتقدر توصل لي
للحمل او ما توصلش ايه للحمل. بس الفكره طبعا ان هو بيبقى ايه الكترو هيدروليك، يعني في جزء كهرباء هو اللي انا ببدا او بقدر اتحكم فيه، بقول النسبه بتاعه الليكويد اللي توصل للحمل ده قد ايه. خلاص طبعا الكلام اللي انا بقوله انا عايزك بس تسجله في دماغك تفهمه على قد ما تقدر، وانا هعمل لك الفاليديت للكلام اللي انت سمعته مني دلوقتي عن طريق الاكسبيرمنتال سيستم. تمام خلاص وصلنا ده. وفي طبعا الحمل اللي عندي اللي هو السلندر الموجوده، وفي طبعا كمبيوتر. بصي هو انا الفكره ان انا عايز اعمل بوزيشن كنترول. حلو عارفه انت مثلا المكن بتاع حقن البلاستيك اللي هو ايه، عارفه الوش بتاع التلفزيون؟ تمام الوش ده كله ايه بلاستيك، المفروض ان انت بتعمل ايه، بتكبسي في استنبه معينه للوش بتاع الكفر ده اللي انت شايفاه اللي هي حته داخله وحته خارجه مش عارفين الكلام ده كله، مش بيبقى ليه بيبقى ليه اسطمبه بكبس الشكل ده ولا بيتصنع ازاي؟ الله ينور عليك هو ده الجهاز ده. مين اللي بيقدر يكبس الشكل ده بالشكل بالمنطق ده بالقالب ده في المصانع الكبيره؟ مش لان انت ممكن مثلا تبقى قالب واحد تجيبيه وتحطه وتضغط انت بنفسك. حلو تمام زي القوالب مثلا بتاعت الفلفات دي. خلاص ما القوالب بتاعت الفلفات والمحاجز دي بتبقى نفس الفكره يعني. الفكره مين اللي بيقدر يكبس الشكل بتاع التلفزيون ده بالشكل ده بالطريقه دي؟ مكن الكبس صح؟ طيب المكن ده لو ضغط مره واحده ايه اللي بيحصل؟ ممكن الشكل بتاع التلفزيون تلاقي حته خفيفه فيه وحته ايه؟ وحته تقيله صح؟ فعشان كده لازم يبقى فيه كنترول معين. مين اللي بيضغط بقى؟ اللي هي دي السلندر دي تمام، هي اللي بتبدا تحرك الوش او تحرك الصنب بحيث ان ايه تضغط الشكل ده بالطريقه دي. طيب الحركه بتاعتها محتاجه ايه؟ محتاجه فورس ما تخبطش مره واحده، ومحتاجه ان هي بتعمل ايه بوزيشن معين بتوصل لواحد سم او 2 سم مثلا، بحيث ان هو ايه ما يبقى كل الشاسيه بتاع التلفزيون ايه على نفس الصنب ونفس السيكنس الموجود. خلاص فدي ايه دي الحاجات المطلوبه كهيدروليك. خلاص فاذا اللي بيربط بقى اللي ما بين مين اللي بيقدر يديني كنترول سيجنال الاشاره الكهربائيه لازم يكون في كمبيوتر. ده انت اقدر اعمل ده، ادي كنترول سيجنال للبلب ده يفتح او ما يفتحش لما يبقى في كنترولر. تمام انا عندي هنا في السيستم اللي انا هشغله لك ده رحت عامل ده كله كده كمبيوتر زائد الداك الكارت كمبيوتر زائد كارت. يبقى اذا الكمبيوتر زائد الكارت مع بعض هما الاثنين عملوا لي ايه الكنترولر. يبقى اذا الكنترولر انا ما رحتش جبت كنترولر زي البي دي سي حقيقي، هو ممكن اجيبه طبعا عادي، ولكن جبت ايه عملت الكنترولر ده ايه سوفت وير عن طريق مين الكمبيوتر، وربطت الكمبيوتر اللي موجود ده مع السيستم اللي هو الموتور اللي بره. ما هو الكمبيوتر ده 01 هل ينفع اوصله مباشره بالكنترول سيجنال؟ لا يبقى لازم اوصله بايه؟ اجيب حاجه ايه؟ لا لغه الماشين ايه؟ اجيب حاجه انالوج انها تتحكم. ايوه اللي هي كانها بتحول من الانالوج من الاشاره الديجيتال اللي رايحه من الكمبيوتر ده ورايحه للاشاره دي، مش الكمبيوتر هيطلع اشاره ديجيتال 01 ولما تيجي تروح للجهاز نفسه ينفع تدخلها على الموتور اللي هو شغال ده 01، يبقى لازم تدخلي اشاره ايه؟ انالوج. مين اللي هيبدا يحول لي الاشاره دي لاشاره كنترول اصلا؟ انالوج اللي هو مين؟ الداك او الكارته اللي هي اللي قدامكم فوق اللي لونها دي لونها اخضر. دي كارته بتعمل انترفيس ما بين السيستم الحقيقي حلو وما بين الكمبيوتر نفسه، بحيث ان الكمبيوتر ده يدي اشاره تترجم خلال الكارته دي تبدا تروح للسيستم ايه؟ الفيزيكال او السيستم البراكتيكال اللي موجود عندك. جهاز كمبيوتر عادي بس يبقى شغال على طول بقى الكمبيوتر ده. خلاص تمام. فاذا عملت انترفيس ما بين ده حتى هتلاقي ان ده طبعا لازم ابدا اوصل مين الانبوت. لا مش الثلاثه انا بوصل كارت. ها
حلو. الكارته بالظبط بالظبط زي ما هنشوفها كده، هي ليها مسامير كده انبوت وليها مسامير اوت وحاجات من دي وانالوج وديجيتال والكلام ده كله. حلو. ببدا المفروض ان الكارته دي هتعمل انترفيس ما بين الحاجات اللي موجوده من بره، اللي زي ايه مثلا؟ الحاجات اللي محتاج قرايات منها زي السنسور. هو مين اللي هيقول لي ان درجه الحراره جوه الفرن دي او البوزيشن ده وصل لواحد سم؟ مش لازم يكون في سنسور متوصل؟ السنسور ده لازم اوصله على دي صح، والخارج بتاعه لازم اوصله ايه؟ ابدا اوديه للكمبيوتر، يعني لازم هما الاثنين يبقوا اخد اشاره من هنا وادي اشاره من ايه؟ من الناحيه الثانيه. عشان كده مثلا هتلاقي ان السنسور هيبدا يخش على الداتا اكوزيشن كارد، ياخد قرايه منه وبعد كده يطلع الاشاره ويطلع فيدباك ويروح مدي الفالف او مدي اشاره للفالف ده يقول له اتحرك مسافه قد كده. تمام. زي ما برضو انا عايزك بس تسجل الحاجات دي لغايه ما اوريك الكونكشن اللي عامل الشكل ده. خلاص. اذا الكارته مع دي، الكارته دي هتلاقي ايه؟ لو انت بصيت هنا هتلاقي مثلا ده رقم قول 13 اللي هي داتا اكوزيشن كارد اهي. طبعا دي تبع شركه ان اي ناشونال انسترومنت، ودي من اكبر الشركات اللي هي متخصصه وليها رقم طبعا اللي هو 6014. هتلاقي ال 14 بيبقى فيه كارت لازم يربط ما بين الكارته وما بين الكمبيوتر، لان دي بيانات داتا هتروح وتيجي من هنا، هياخد اوامر ويدي اوامر والكلام، فلازم يبقى فيه كابل مخصص للعمليه دي. في بعد كده هتلاقي خلاص 14 15 فين 15 اهي، ده اللي هي 15 متوصله بمين؟ بالسنسور اللي هيبدا يقيس لي، او المسطره اللي انا موصلها عليه بيبدا يقيس صح؟ يبقى ده هيبقى ايه؟ انا لان طبعا لازم اتحرك 1 سم 2 سم 3 سم، فاذا بوصله في الكارت. طبعا في الداتا شيت بتاعت الكارت بيقول لي ان زي ما هوريها لكم دلوقتي هتلاقي ان رقم 1 2 و3 في ارقام معينه على الكارت يقول لي ده انالوج ولا ديجيتال ولا ايه نوع بالظبط. خلاص. هتلاقي 16، يبقى اذا الكارت لازم اوصل عليها السنسور الموجوده 16. السنسور يطلع عنه ازاي؟ ايه؟ شوف السنسور بيبقى مسيرته حواليه هنا. اه. ازاي بقى؟ انت عندك دلوقتي السنسور ده هو جهاز صح؟ الجهاز ده الفايده بتاعته ايه؟ بيحرك الفيزيكال سيجنال اللي هي المسافه اللي انا اتحركتها، بيترجمها لايه؟ الاشاره الكهربائيه. الاشاره الكهربائيه دي احنا لما بنيجي نعبر عنها بنعبر عنها باكثر من شكل، يعني ممكن تبقى اشاره كهربيه بشكل الكتريكال تيار، او ممكن تبقى بشكل ايه؟ فولت. تمام. فهو الاشاره اللي طالعه من ده عباره عن ايه؟ فولت، اللي هي من صفر لكام؟ 10. طبعا انا بعمل حاجه ثانيه اسمها معايره بقى ليه ده؟ بقول له لو 1 سم لو 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 اداني 1 فولت، لان هو اصلا السنسور ده اللي احنا بنشوفه ده بيطلع اشاره كهربيه، فانا ما اقدرش اترجمه لمسافه، فلازم ارجعها ثاني المسافه. ليه بقى؟ لان يعني لما يجي يطلع 1 فولت هو هيديني 1 فولت صح؟ اداني 1 فولت، فلازم اترجم ال 1 فولت ده لايه؟ المسافه. المسافه ازاي بقى؟ ابدا احرك ده تمام؟ يعني مثلا مانوال ده السنسور ده ابدا احركه 1 سم خلاص؟ اقيس بالمسطره كده ان ده اتحرك من هنا لغايه هنا اهو 1 سم، واروح اقيس الفولت اللي هو طلعه كام؟ خلاص؟ اروح محركه تاني 1 سم تاني وانا اقيس بالمسطره اهي، وانا اقيس بالمسطره العاديه اهو 1 سم، واروح اشوف الفولت اللي طالع كام؟ 1 سم كمان، واشوف الفولت اللي طالع كام؟ 1 سم، وافضل اسجل 20 30 40 50 نقطه زي ما انا عايز، بحيث ان انا اجيب في الاخر علاقه ما بين الفولت ومين؟ والمسافه، اعرف ان الفولت الواحد ممكن يديني مسافه قد ايه في الاخر؟ يبقى دي كان انا حولت الاشاره الكهربيه دي لقيمه في، عشان اقدر كاني بعمل ديسبلاي للاشاره اللي هو اتحركها. خلاص؟ لان انا لما هاجي اعمل له اقول له مثلا اتحرك 1 سم، ما هو مش هيفهم ده 1 سم، السنسور ده ما يفهمش 1 سم، فلازم انا احط له رقم او تحويله زي ما هوريكم كده في الكمبيوتر او في السيستم. ال 1 فولت ده لازم يترجم بقى اللي هو ايه؟ يتحرك 1 سم، فلازم واجي اقارن. يعني مثلا عندك انت هنا دي تمبريتشر ده قاس بايه؟ بالظبط سيليزيوس. حلو؟
1000 سلسله. لما تيجي تقارن هنا، انا هنا مثلا الاشاره اللي هي داخله داخله بايه؟ لا قصدي الاشاره اللي طالعه من السنسور ده هتطلع عباره عن ايه؟ فولت، صح؟ الفولت ده هل ينفع اخد الفولت ده اقارنه بالتمبريتشر اللي انا مديها دي؟ ولا لازم اعمل ايه؟ كونفرجن فاكتور كده اهو، اقول ان كل واحد فولت طالع من دي يقارن مثلا 100 سلسلز، فخلاص فعرفت كده. يبقى انا حولت الاشاره دي، عشان كده ليها فايده ولا ملهاش؟ ان انت لازم تعمل الحته دي خلاص؟ دكتور هو الكارت اللي بتطلع اربع اشارات مشاركين في الاربعه دول. ما اقول لك خلاص احنا اخذنا الانالوج انبوت والانالوج 16 17 طبعا كلهم انبوت. خلي بالك ان انا هنا اصلا انا بعمل بوزيشن وفورس، حلو؟ بوزيشن بيبقى ليه طبعا سنسور واحد اللي هو زي اللي انا وريته لكم ده من شويه على طول، والفورس اللي هو بيبقى ايه؟ جهه سنسور بيحس بالفورس اللي انا ضغطت بيها قد ايه؟ تمام؟ ما انت عارف ان الفورس عباره عن ايه؟ ايه علاقه الفورس بالبريشر؟ ايه؟ بريشر على ايه؟ بريشر على ايه؟ بريشر على ايه؟ صح؟ اللي هو ايه؟ اذا الضغط او الفورس اللي انت بتاثر عليه بتبقى ايه؟ بتبقى الفورس اللي عندي عباره عن ايه؟ البريشر على ايه؟ يعني هعمل بريشر ايه؟ خلاص انا عندي ال البريشر تمام، اليونت بتاعته ايه؟ اليونت بتاعته نيوتن بالمتر سكوير، صح؟ اللي هو بتشوف واحد نيوتن وبتقيس واحد متر سكوير وبتشوف البريشر اللي ضغط عليه، تمام؟ ده اللي هو ايه؟ الفورس اللي ضغط عليه قصدي، يعني انت بتقف على واحد متر مربع وبتبدا تدوس على ايه؟ على الفورس معين على الواحد متر، بتوزع الفورس على الواحد متر مربع تدي لك ايه؟ البريشر اللي موجود على المنطقه دي، خلاص؟ يبقى انت عندك البريشر هو عباره عن ايه؟ الفورس على الاريا، يبقى اذا الفورس اللي عندي ايه؟ بريشر كده. خلاص انا هنا في السيستم اللي عندي، السيستم اللي عندي اللي موجود عندي انا ما عنديش سنسور في المعمل هنا يقيس الفورس مباشره، فبعمل ايه؟ طبعا انتوا عارفين في الميجر او درستوا في الميجر قبل كده ان طرق الحصول على القيمه ليها اكتر من شكل، ممكن عن طريق الدايركت ميثود. دايركت ميثود ان انا اجيب بريشر، اجيب قصدي سنسور يحس بالفورس مباشره، او ان انا اعمل ايه؟ استيميت ليها. استيميت ليها ازاي؟ ودي فايده بقى المعادلات الرياضيه اللي احنا كنا بناخدها قبل كده. الاستيميت ان انا ببدا اشوف السنسور المتاحه عندي وببدا احولها لايه؟ احولها لاشاره كهربيه عن طريق ايه؟ عن طريق الاستيميت بتاعت الاشاره اللي موجوده عندي. تمام؟ اللي موجود عندي اللي هو ايه؟ سنسور بيقيس او بيحس بالبريشر. حلو؟ طيب عندي الاريا ولا ما عنديش؟ اللي هي اريا ايه؟ لا مش الاريا بتاعت السلندر، اريا المنطقه اللي جوه دي اللي هي دي اللي هي بتاثر ان انت بتضغط عليها دي، تمام؟ يبقى انا عندي الاريا دي وعندي بريشر بيقدر يقيس في السلندر اضرب بي. طبعا ده ايه؟ ده رقم. هل بيتغير مع الزمن؟ لا مش بيتغير. ولكن ايه؟ يبقى انا عندي بريشر، جهاز بيقيس السنسور بيقيس البريشر، وعندي الاريا اقدر اعمل ايه؟ استيميت للفورس على طول، حساب ليه؟ للفورس، واضرب الاثنين في بعض. طبعا لما اجي اضرب اخد السنسور الاشاره بتاعت السنسور من ال ايه دي؟ ليه انا بحسب الفورس ولا ازاي بحسب الفورس؟ ازاي؟ لا مش انا بضغط كده؟ مش هو بريشر؟ بريشر بيبقى الفورس اللي بتاثر على مسافه معينه خلاص. فانت عندك البريشر اللي بيأثر على مسافه معينه، الفورس
بتاثر على مسافه معينه صح؟ الفورس بتاثر على مسافه او مساحه اريا معينه خلاص. ده القوه بتاعت ايدي على على المساحه اللي انا باثر عليها دي اسمها ايه؟ كالبريشن. الضغط اللي على المنطقه دي قد ايه خلاص. عشان كده بتبقى اليونت بتاعت نيوتن بالمتر سكوير. فانا بضغط كده فالاريا اللي انا بضغط فيها ازاي بتقابلني اللي هي دي الدائره اللي هي بضغط فيها الزيت. ايوه دي ما سواء دي او دي هي هي لان الفرق خلي بالك الفرق ما هو بص الفرق ما بين اللي جوه دي والحته دي حاجه صغيره جدا احنا ممكن نهملها يعني. ما هو لازم يكون في مسافه ما بين الاثنين عشان تقدر دي تتحرك صح. المسافه الاريا بتاعت دي والاريا اللي بره شويه اللي هي بتخليها دي بتبقى نسبه مئويه او نسبه ما بين الاريا 1 والاريا 2 احنا بنقول عليها ان هي الاريتين تقريبا متساويين فبنهبل الفرق ما بينهم فبنقول ان الاريا دي هي نفس الاريا دي. بنحسبها بحاجه اسمها الفا. الفا بتبقى الاريا رقم 1 اريا 1 على الاريا 2 وبنفترض ان او بنعمل اسامشن ان الاريتين متساويين خلاص يعني بالفرق بيبقى صغير جدا. كده؟ ايوه ماشي ما هي هي يعني انت لو تضغطي فرصه كده او تضغطي كده لو هي الفرصه واحده عادي تمام. لو هتعملي طبعا لو هتخلي دي تشتغل ساينوسويدال ويف رايحه داخله طالعه كده فدي ساينوسويدال تمام. لما نيجي نعمل لها بلوت كده على الكمبيوتر هتلاقي الاشاره داخله وطالعه وهكذا. الساينوسويدال دي هتلاقي لازم الفرص اللي بتاثر هنا هي نفس الفرص عشان تدي لي في نفس الشكل بتاع الساينوسويدال. ولكن انا سايب طبعا ايرور في السيستم عشان اوري لكم بس اللي مش شرط الساين ويف يعني في حاجه لازم احنا نظبطها من خلال الفيزيكال السيستم اللي انا شايفه قدامي خلاص. طيب معلش فاحنا عندنا طبعا لما بنيجي نحسب نعمل استيميت للفورس انا مش عايز ادخلكم لان انتوا اصلا كهرباء ف مش عايزين ندخل في الميكانكس قوي تمام. انا وانس ان انا بس عندي سنسور وهقيس فيه بريشر وهعمل بيه استيميت للفورس خلاص. هحسب اتوقع او هعمل حسابات بطريقه معينه عشان كده المعادلات الرياضيه بتبقى ايه؟ بتبقى مهمه جدا عندنا. يعني انا مثلا لو عندي سنسور بيقيس مسافه ديسبيسمنت حلو ده دي بتمشي مسافه وعايز اجيب السرعه اللي ماشي بيها السلندر دي اجيبها ازاي؟ بشوف المسافه والزمن مثلا ماشي مسافه انت عايز سيجنال مش مره واحده هتطلع وخلاص كده انت سيستم عمال يطلع ويشتغل. ده نقدر نعملها ازاي؟ ايه العلاقه ما بين المسافه والسرعه؟ الزمن اللي هي معدل تغير المسافه على معدل تغير ايه؟ الزمن. يبقى انا ممكن اجيب الاشاره بتاعت الديسبيسمنت اللي ماشيه واروح في السوفت وير انا مدخل له ايه؟ تفاضل دي باي دي تي يحصل لي ايه؟ يديني السرعه. طب لو عايز اجيب العجله بتاعتها يبقى دي دي سكوير صح؟ باي دي تي سكوير خلاص؟ اعملها مرتين. يبقى انا اذا استفدت من المعادلات الرياضيه من الانتجريشن. طب لو عندي العكس لو عندي سنسور مثلا بيقيس السرعه وعايز اجيب المسافه اللي هو حركها يعمل له ايه؟ انتجريشن. يبقى ايه؟ فائده الانتجريشن ده اقدر استخدمه في الانسترومنتيشن بشكل عام ويوفر لي بدل ما اجيب سنسور واثنين وثلاثه لا ممكن. ما هو لو ما كانش في موضوع الاستيميشن ده والحسابات والمعادلات الرياضيه معادله زي دي معادله رياضيه ما بين البريشر وما بين الاريا ما كنتش عرفت اجيب الفورس كنت مضطر ان اعمل ايه؟ اشتري سنسور دي. عشان كده لازم يكون عندك البيزكس بتاعت الايكويشن الموجوده او على حسب السيستم. لان انت مثلا اهو انا لما جيت سالتكم انتوا الناس بتوع كهرباء مش فاكرين البريشر بيساوي فورس على اريا ولا فورس في اريا ولا فورس بيساوي بريشر على اريا تمام. ولكن لما انت تيجي تخش في مجال مش مجالك وانت مش شغال فيه لازم تفهم الاساسيات او البيزكس اللي موجوده عندك صح. لازم تبقى عارف ايه العلاقه ما بين ده عشان تبدا تشتغل. يعني لو انت شغال مثلا في حاجه في الكيميكال انت لازم برضو تبدا تشتغل او تفهم شويه في الكيميكال عشان تقدر تعمل ديزاين للكنترولر وتقدر توفر في الحاجات الموجوده عندك. اذا الفيلد بتاع الهندسه كله مفيش حاجه ان انا درست الحاجه ومش هستفيد منها. لا احنا بنستفيد من كل حاجه. راجل كمهندس بتستفيد من كله تمام. وانا بوفر مثلا في الصيانه عندنا في الموجوده عندنا في المعامل في بعض المعامل بدل ما اشتري سنسور واثنين وثلاثه ممكن بمعادلات رياضيه اقدر اربط
سواء بالمايكرو كنترولر او بداتا اكوزيشن كارد اوفر السنسور ده بمعادله رياضيه احطه جوه خالص. فاهمين؟ فده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للسيستم. وطبعا انا حاطط هنا 30 كيلو اللي هو لود او ديستربنس على السيستم الموجود، تمام؟ على السلندر، على الحمل اللي انا محمله على السلندر دي، بحيث ان هو ايه؟ يغير الاشاره او كانه بيعمل ازعاج للكنترول سيستم. طبعا دي ما تهمكمش قوي، لان انا محتاج الديستربنس اللي موجود ده وانس ان هو ايه؟ يخلي الكنترول روبست شويه، يعني اخلي الكنترول متين، يعني احط له 30 كيلو يطلع نتائج حلوه كويسه جدا، احط له 100 كيلو يطلع نتائج كويسه جدا، تمام؟ فده الهدف بس من الديستربنس. يعني احنا بندرس الكفاءه والبرفورمانس الاداء بتاع الكنترولر ده عن طريق ازاي؟ ان انا اقعد اغير ديستربنس، احط ديستربنس، ازود ديستربنس، اقلل يعني ديستربنس، اعمل مش عارف ايه الكلام ده. برضه الديستربنس اللي ممكن يكون موجود في الهيدروليك ان الخرطوم نفسه يبقى فيه فتحه، تمام؟ اذا الزيت اللي المفروض يروح الامر اللي جايبه يدخل له زيت ما دخلش الكميه المفروض يطلعها، دخلها صح؟ دخل كميه اقل من المطلوب، فاذا الكنترولر كانه ايه؟ ده ديستربنس برضه. خلاص؟ وكلهم طبعا انالوج، وفي 18 ده اللي هو الايه؟ انالوج اوت رايح فين؟ رايح للفولت. ليه بقى؟ لان الفولت ده السنسور دي بتجمع بيانات وتبدا تقول للاشاره اللي طالعه للفولت ده افتح قد كده واقفل قد كده، صح؟ يبقى اذا الاشاره هي اللي داخله ايه؟ داخله داتا بوزيشن، ده طالع منه الاوت وداخله ايه؟ داخله على ده، وده الانبوت اللي داخل على مين؟ اللي جاي من السنسور داخله على مين؟ على الداتا بوزيشن كارد. والاشاره اللي خارجه تبدا تخش على مين؟ على الكنترول فولت او الكنترول يونت. خلاص؟ طبعا ده الاكسبيرمنت اللي انتم شايفينه اللي احنا هنشوفه عملي اهو. ايه؟ لا لا، الفولت والسيربو هو كله على واحد بعضه اسمه هيدروليك سيربو فولت. الاثنين مع بعض. ايوه طبعا، ليه في بامب ثاني احنا هنشوفها دي. المشكله اللي احنا بنتناقش فيها، هو في موتور في بامب بيضخ الزيت على ده، في موتور بيحط كميه الزيت اللي هتفرز. ايوه، في كنترول يونت، في سورس، السورس ده اللي هو البامب اللي هو زي الفيشه، وفي سويتش اللي هو زي البامب بالظبط كده، بس البامب ده مش اون اوف، مش يفتح ويقفل مره واحده، لان انا بحتاج هنا سنسيتيف كنترول، يعني عايز بريسايز كنترول، عايز حاجه تتحرك، مش مجرد ان انا اقول للزيت عدي او ما تعديش، تمام؟ مش مجرد ان انا اقول للسلندر افتحي اتحركي او ما تتحركيش، لا ده انا بقول له اتحرك بمسافه معينه، تمام؟ من مسافه ايه؟ 1 سم او بفورس معين، مثلا عايز ياثر على الوش ده ب 1000 نيوتن، فانا بقول له بعمل كنترول على الفورس، بقول له اعمل ابلايد ب 1000 نيوتن او ب 2000 او ب 3 او ب 500، تمام؟ سريعا بس ده الكنترول سيستم اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه، فيدباك كنترولر وكنترول سيجمنت اللي هو اليو. اليو دي هي اللي هتبدا تخش على مين؟ على الفالف اللي هتبدا اللي احنا كنا موصلينها برقم كام في الداتا كارد؟ 18، تمام؟ هي اللي بتبدا تخش الكنترول سيجنال. في مين اللي بيدي الامر للفالف ده يفتح قد ايه وما يفتحش قد ايه؟ الكنترول سيجنال دي طالعه من مين اصلا؟ من الكنترولر. يعني الكنترول ده هو اللي هيبدا بيتحكم في الفالف، يقول له تفتح قد كده او تاخد السيجنال 1 فولت او 2 فولت او تاخد نص فولت او تاخد نيجاتيف 1. خلاص؟ ودي طبعا العلاقه بتاعت الكنترول سيجنال اليو في البي اي دي اللي انتوا اخدتوها السنه اللي فاتت. طبعا هو بيتعامل مع مين الكنترولر؟ مع الايرور. والله الايرور زياده يبدا يتعامل معاه، يقول له قلل لي الكنترول سيجنال بتاعتك، الايرور مش عارف اقل بس بايه؟ بطريقه معينه. خلاص؟ 16 و17 انا سيجنال سنسور كان سنسور الاثنين سنسور، هو كان في ثلاثه انالوج انت انبوت وان. 16 و17 انالوج اللي هو السيستم اللي هيقيس البوزيشن المسافه، واثنين اللي هم خاصين بالبريشر اللي هيقيسوا لي البريشر اللي موجود عندي، تمام؟ هو طبعا انا مش عايز ادخلكم، بس هو لما احنا هنركب سنسور على دي بريشر هنا وبريشر هنا، تمام؟ فاحنا بنجيب الدلتا بتاعتهم، الفرق يعني الفورس اللي بتاثر على دي تحركها او ما تحركهاش هو الفرق ما بين البريشر اللي هنا والبريشر اللي هنا، تمام؟ ليه بقى؟ لان البريشر لو هما الاثنين بريشر واحد يبقى الفورس بكام؟
زيرو. لو واحد اعلى من الثاني يبقى على حسب طبعا البريشر، لو اعلى من هنا يبقى تعمل تتحرك ازاي؟ لو بريشر اعلى بالظبط كده تبدا تفلت كده. طب لو بريشر ده اعلى تبدا تفلت كده. يبقى انا بجيب الفرق ما بين الاثنين اللي موجودين ايه؟ اللي موجوده عندي الدلتا بتاعتهم، واضربها في مين؟ في الاريا اللي موجوده. يبقى بطلع الفورس اللي بتاثر على ده اللي هي بتحركه يمين او ايه؟ او شمال. سنسور بس مش سنسور. ايه؟ يعني البامب هي اللي بتديني، هي بتدي الفرق في الضغط ده اللي هو الفالف فتح قد ايه؟ ممكن يكون مثلا الفالف لما جه فتح في المنطقه دي فيبدا بريشر اعلى من التاني. فاهمك؟ طيب هنسيب بس التخيلات بتاعتكم دي من انتوا كهرباء لغايه ما نبص على السيستم العام عشان ايه ما نقعدش نتخيل كده. خلاص عرفت ان هو اثنين بريشر، اثنين بريشر سنسور، واحد ايه؟ واحد ديسبلاي سنسور. طبعا هنا ايه في بعض الاسئله الاوبن سيستم، يعني لو سالتك ايه الاوبن سيستم او الاوبن كنترول سيستم ما فيهوش فيدباك اوبن، تمام؟ وقلنا عليه ابلكيشن كتير السنوات اللي فاتت ان هو في حاجات كتيره زي الغساله الفول اوتوماتيك مثلا ما فيهاش كلوز لوب، ان انت مش بتاخد فيدباك من الملابس نطفت او ما نطفتش. حاجه زي الفرن مثلا ما اقدرش كابلكيشن اعمل اوبن لوب، لان انا عمال احط فول والفرن بتسخن، احط فول والفرن بتسخن، ده لازم يكون ليه كلوز لوب. فكل السيستم على حسب ما انت بتوظفه، هل هو يقبل ينفع يكون اوبن لوب او ينفع يكون كلوز لوب، تمام؟ والاوتبوت اللي هو الخارج بتاع السيستم اللي عندك، تمام؟ وفي ريفرنس فاليو او سيت بوينت، وفي ستاتيك ايرور. طبعا دي المعادله اللي احنا جبناها اللي تعبر عن السيستم اللي هنشتغل على عمله. بنبدا ندخل اشاره ونطلع اشاره، ندخل اشاره ونطلع اشاره، لغايه ما نجيب مجموعه من البوينت زي ما قلت لكم ومجموعه من الخلف، نبدا نجيب العلاقه ما بينهم ونجيب ايه في الاخر معادله. المعادله دي هي اللي تعبر عن السيستم. اخد المعادله دي وابدا اظبط انا الكنترولر بتاعها، ابدا اعمل تريل اندرو. طبعا الطرق في طرق كتير اللي انا اعمل بيها تيون، منها زيجلر نيكلس ومنها تريل انديرو. فاحنا الطريقه اللي احنا هناخدها النهارده هشرح لكم بس الزيجلر نيكلس سريعا، وممكن نجرب الزيجلر نيكلس برضه ونشوفها ونحسب لها الحسابات بتاعتها. دي المعادله خلاص اللي هي البسط والنقاط اهي، تمام؟ ما هو ده من الطريقه بتاعت السيستم ايدنتيفيكيشن، ان احنا بندخل اشاره ونطلع اشاره. يعني ده ممكن تبقى سيكشن تاني او محاضره تانية خالص، ان احنا ازاي نقدر نجيب المعلم من اكسبيرمنتال سيستم. خلاص؟ لا مش شرط، المحاضره النهارده مش متخصصه ان هي تحسب الترانسفير فانكشن دي. انا بس عايز اعمل كنترول. ممكن ابقى في محاضره تانية ندي فيها ازاي احنا جبنا المعدل ده. ونحسب معدل زيها بالظبط. خلاص؟ ماشي. هي المعادله دي طب مين الانبوت بتاع السيستم؟ يعني انا ايه؟ يعني في كلوز دي اللي انا رسمتها المره اللي فاتت دي مين الانبوت بتاع السيستم؟ ولنفرض البوزيشن، حط له مسافه صح؟ ديسبيسمنت مسافه. ومين الخارج بتاع السيستم؟ الفورس او البوزيشن قصدي صح؟ اللي هو الخارج بتاع ده صح؟ اللي هو السنسور ده ديسبيسمنت او ال دي تي. خلاص؟ انا عايز اجيب بقى علاقه ما بين مين الخارج اللي هو الخارج بتاع ده القياس بتاع ده، ما ده الاوتبوت صح؟ ده مش متركب في الاوتبوت ده في البلوك دايجرام. السنسور ده موجود فين؟ بيعمل سنس للاوتبوت فبيديني القيم بتاعه الاوتبوت، البوزيشن او المسافه اللي اتحركت. اذا السنسور ده اصلي القيم اللي خارجه والست بوينت اللي داخله. حلو؟ فانا هبدا استخدم اشاره في البلوك دايجرام ده. خلاص؟ الست بوينت دي احنا طبعا هنا ما بيهمناش الكنترولر، يعني ممكن انا اعمل مثلا اشيل البي اي دي واحط رقم معين بحيث ان انا اعمل استابلايز للسيستم، لان انا ما اقدرش اخلي السيستم هنا انستيبل كهيدروليك
عشان هو خطر وكده ما اقدرش اخلي السيستم بدون كنترول، فممكن استخدم سيمبل كنترول. تمام، السيمبل كنترول ده وانس بس ان هو يبدا يحرك لي السيستم ده طبقا لاشاره معينه. لما بنيجي نحسب السيستم ايدنتيفيكيشن ما بنقدرش ندخل ستيب انبوت، او لا يفضل ان انت تدخل ستيب انبوت. ليه بقى؟ لان ستيب انبوت لما تيجي تخش على السيستم بتبقى حاجه بسيطه، هو وانس بس بيوصل عند قيمه معينه بايه اهو بيطلع ويسبق بقى، صح؟ انا مش لما اجي احسب معادله لازم اطلع اعمل اكسايتيشن اثاره للسيستم ده، بحيث ان انا اقدر اطلع الترانسفير فانكشن تعبر عن كل الديناميك، كل الحاجات اللي جوه السيستم ده اصلا. فكستيب انبوت اشاره سهله جدا بسيطه على السيستم، هو وانس كان جبت زقيت العربيه كده. لا انا مش عايز العربيه كده، انا عايز اعمل لها ايه؟ اعمل لها اثاره باشاره متغيره في الامبليتيود في الـ في الـ في, الـ في الارتفاع. عارفه انت مثلا ايه؟ لما تيجي تكهرب واحد فهو دماغه ما بيعرفش ياخد اكشن، عارف اللي انت بتطلعي كل اللي جوه بتنفذيه، انا عايز انفذ السيستم ده. حلو؟ النرفزه بتاعت السيستم دي بتطلعي كل الحاجات اللي هو ممكن مخبيها على الناس كلها. يعني انا مثلا انا ممكن يكون لساني مش كويس، تمام؟ فاول ما بعمل ما حد بيستفزني بطلع كل اللي جواه، صح ولا لا؟ يبقى اذا انا عملت اكزيتيشن للشخص ده فطلع كل اللي جواه. في حين ان ممكن واحد يبقى ستيبل بشكل معين، اوكي؟ يعني لو تعاملت معاه كستيب انبوت هيبقى سهل. خلاص انا سالت السؤال فهو رد عليا كان عليا محترم جدا. طب انا لما سالت السؤال او حد نرفزني او مش عارف ايه فرد الفعل يبدا يبين للشخص. فاحنا في الكنترول لازم نعمل اكزيتيشن للسيستم ده باشاره مختلفه غير الستيب، وممكن استخدم ساين ويف، لان الساين ويف برضه بتبقى طالعه نازله فالسيستم مش عارف عمال يطلع ولا ينزل يطلع ولا منه ما يروح ويفكر يرجع، فانت بتعملي بتغيره. فانا دايما بفضل ان احنا نشتغل الاشاره اللي انا بستخدمها في الاكسايتيشن كستيب انبوت سيت بوينت او بسميها الافضل طبعا في السيستم ايدنتيفيكيشن اكسايتيشن سيجنال. الاكسايتيشن سيجنال دي لازم تبقى متغيره في الامبليتيود ومتغيره فين؟ في فريكونسي. ازاي؟ ايه الاشاره اللي ممكن تعمل اللي هي الاشاره مثلا زي دي كده؟ هل الاشاره دي السيستم طبعا عمال يطلع وينزل وينزل ويطلع، فانت عمال تنرفزه اكتر فبيطلع ايه؟ الداينامكس بيطلع ارقام مختلفه. حلو؟ انا طلعت مجموعه من الارقام في الواي. خلاص؟ يعني هنا مثلا عندي الواي سيت بوينت اهي. وايه تاني؟ والواي اللي هو الخارج بتاع السيستم. طلعت مجموعه طبعا هنا ده سنسر. فبيقيس الاشارات. بيسجل بيانات. والانبوت ده بيسجل بيانات، فانا عندي مثلا رقم وقدام رقم وقدام رقم وقدام رقم وقدام رقم. عندي 2000 3000 سامبل 4000 5000. مش عندك مجموعه من الانبوت، مجموعه من الانبوت تقدر تجيب لي علاقه ما بين ده وده؟ لا، زي الكبت كده قريبه منه. بس احنا بنستخدم حاجه في الماتلاب نقدر ندخله ده وندخله ده يطلع لنا ترانسفير فانكشن قدام الفوق. او لو انت مثلا عندك 10 نقاط هنا و10 نقاط هنا تقدري تعملي كيرف فيتنج، صح؟ يعني انا مثلا لو انت فاكره الكيرف فيتنج كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول مثلا مع خمسه في سته هنا مثلا، ومع واحد في مش عارف كام، مش وهنا وهنا مثلا رقم وهنا رقم وهنا رقم وهنا، فاهم قصدي؟ وهنا مثلا رقم. لما نيجي نعمل خط اكبر خط او افضل خط ممكن يمر او يخدم كل النقاط دي كنا بنعمل ايه؟ مش هو ده الكيرف فيتنج؟ كنا بنوصل خط زي ده كده. في نقطه هنا راحت ونقطه هنا راحت، مش مشكله بالنسبه لباقي النقط. فده يمكن انا عملت خط، الخط ده طبعا ده ايه؟ لينير. الخط اللينير ده مش سهل جدا تجيب له معادله. طيب بس زي كده بالظبط السيستم ايدنتيفيكيشن. انت بتجيب عندك انبوت وعندك اوت، زي مثلا الانبوت اللي هو الواي سيت بوينت وده الواي. تقعد تدخل الواي سيت بوينت وواي واي سيت بوينت رقم ورقم 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 ورقم
بس احنا بنعملها حاجه ثانيه اسمها سيستم ادكيشن داخل الماتلاب، بيبقى تول بوكس كده بتدخلي له ده وتدخلي له ده عشان يقدر يطلع لك الترانسفير فانكشن بالشكل ده. خلاص. طبعا كيو لو انتوا شايفين هتلاقي ان في كلمه كيو، كيو دي اللي هي في الديسكريت في الديجيتال اللي هو 0 1 فاللي هي تقابل الاس، يعني ممكن اشيل كيو ده اصلا واحط مكان ايه اس كيو ماينس 1 واحط مكان ايه الاس اللي موجود كيو واحط مكان اس. خلاص. ايه ايه يعني مثلا دي تبقى كام 1.78 اس بس ماينس 5 واشيل الكيو واحط مكان اس بس لو انت هتتكلمي عن الكنترولرز اللي احنا كنا بنتكلم عنها. خلاص. طيب هناخد ريسك بس معلش وهنكمل المحاضره الجايه.